خير البنات، صباح النور. في الدنيا كلها مرونه هنايا. المهم انا دابا لبست، لقيتوني هابطه للحمام، غادي نهبط ندير واحد التحميمه مع هاد الايامات. كنا في المستشفى وداكشي، فما كانش عندي الوقت باش غادي او ما كانش عندي الحال الوقت باش غادي نمشي للحمام. انا هزيت الباكطاج ديال الحمام بحال داكشي ديال المغرب، هزيت داكشي ديال الحمام ديالي دابا، وغادي ننزل لواحد الصالون كاينه تحت الدار، يعني فيه حمام وفيه كلشي. غادي ننزل باش غادي ندير واحد الحمام زوين. والمهم هانتوما معايا، باي سيسي، غادي ننزل البنات الحمام. انا هنا لتحت، يعني ما غاديش ناخذ لا طوموبيل لا والو، ما غاديش نحتاج حتى الكمامه، ما غنديرها حتى لتحت. واحد الحمام زوين يعني في الصالون اللي تحت مني. ايوا نمشيو شويه نرفو بالحاله ونديرو مانيكاب بيديكور ونتحمحمو. عرفتو حنا المغاربه البنات، ملي كتوصل واحد المده ما كنعوموش، الجلده ديالنا تتبدا تاكلنا لانه ولفنا الحكام من الصغر. فغادي ننزل دابا البنات، غادي نتحمحم. واليوم اصلا عندي واحد العراضه راه غادي نصورها ليكم عند شي ناس غاليين عليا. راه غادي يسخنوا ليا الحمام، دابا نصوروا ليكم، عندهم الحمام زوين. ومن بعد غادي نخرج البنات، غندير مانيكور بيديكور كذلك، غادي نصورها ليكم. وهاد الفنيونه غتصايب لي شعري، هذاك الشيء امبر لك. شوفوا البنات الحمام، عرفتوا الحمام فيحمقني فيه الجليد، هذاك الشيء ديال المغرب. وهاديك البنت اللي تتحك تدير مساج وتدير كلشي، ها كريتي بحال حنا جالسين في المغرب. المهم البنات حنا راه الحماحم ديال الامارات براكم عارفينهم، مي هذا ما شاء الله راه كيسخن زوين بزاف، وحتى في الصيف ديال المغرب. وعاد ما شاء الله المانيكور سيديكو عندهم فنة، غادي نصورها ليكم منين غنخرج. عرفتو البنات واحد التحمحيمة ما نعاودش ليكم، حمام سخون وكانت ناقصاني والله الا تحمحيمة زوينة كسلاتني ما نقولش ليكم. دابا انا خرجت، ما عنديش الوقت، قالت لي واش قلت لي تما دير المانيكور سيديكو، قلت لها لا كلشي يديروا ليا. المهم غادي نصور لكم بعد لا مانيكور سيديكو وتعرف. كانت ناقصاني هاد التحميمه ما نعاودش ليكم. دابا انا اوريدي صايبت لي حجباني، صايبت لي شعري تما، كتشوفوا مسلسل كالحرير ما شاء الله عليها، كتصايب الشعر زوين. ايوا غادي ندير، بدات لي بيديكور البنت تما، ودابا خصها دير لي السكراب وهي بدات لي مانيكور. صافي عييت، غير عام تخففوا عليا العظام وما يجوني جاني الناس. وهنايا كتشوفوا القدام، ماشي كتشوفوش هاد الايامات كنصور ليكم هنا، مع ما كنكونش مشفى شعري هنا كله طالع، خاصو ندير ليه كيراتين تنسالي ونزل عندها تصايبو ليا غير هنا القدام وهنا لتحت، هادو هما اللي كيعصبوني.
طلعت من الصالون لقيت الوالده مجهده واحد الطويجين بالشيكلور والحامض والزيتون وداكشي ديال المغرب. يا سلام. المهم بناتها مكياج اللي صايبت خفيف. راك عارفين الصعد البنات ما يمكنش الواحد يدير شي مكياج ثقيل. وكما قلت لكم لبست هاد الجبادور. هاد الجبادور عنده السروال ديالو السروال ديالو فلولان هذاك هذاك اللولان ديالو تيبين لانه فهاد اللون بلون كاسي وحسيتو ما يمكنش نلبسه ونخرج به فانا غادي نمشي غير هكا ما غنلبس لا جلابه لا عبايه لا والو. فلبست معاه هاد السروال هاد ليغينز الزرق حتى هو. وبالنسبه للبلغه البنات انا اول مره غنلبس هاد البلغه كانت عندي جديده نيت كانت جاتني مع هاد البيسه ولكن دابا انا راه جاتني في شكل باش نزيد بها ما عرفتش البنات نزيد بها. المهم غنحاول غنشوف واش غادي نقدر نزيد بها. الا ما قدرتش نزيد بها من هنا الباب غنبدلها ونلبس البلاغي العاديين راه عندي بليغات عاديين. هادشي اللي كاين نوريكم الصاك اللي غادي نهز. غادي نهز هاد الصاك البنات اوبا نهز هاد الصاك فيه اللوينات هادو هو اللي غادي نهز. في كاع لي كولور في الزرق في الصفر لانه عندي دي بوشيت صغار ولكن البنات انا ماشي ديال بوشيت صغيره لانه اول حاجه غنبغي ندير الكاميرا ثاني حاجه تليفوني كبير ثالث حاجه الريحه رابع حاجه العكر والماتيريال راكم عارفين. فلي بوشيت صغار ماشي ديال هذه فاضطريت غادي نهز مع هذا السويك كنت نيت خديته من الدو يعني هذا منين كنحصل تنهزو لانه فيه جميع الالوان يعني منين كتكون عندي شي حاجه باغا نهزها نلبسها وهذاك ما عنديش باش نهز مع الصاك نفس اللون كنرجع لهذا ديال الدو حيت فيه جميع اللوينات. ايوا هادشي اللي كاين البنات غادي ندير زوم المهم هادشي اللي لبست. صافي جمعتو غير هكا يعني باش ما يبقاش هابط ليا على وجهي يعرقني هكا في الطوموبيل غادي نسوق وداكشي. هادشي اللي كاين البنات كم تجهيزات في الدار. جيت عند واحد البنت صاحبتي ميابات المغرب تصوروا منين كنا صغار يعني جيراننا في المحمديه ودازت واحد المده ما شفناهاش وتلاقينا ودابا جيت عندها وهذه الاخت ديالها هند. السلام عليكم. راه مريضه مسكينه وهي راه جات عند اختها غير من جات عندها غير عطله ودابا كانت غدا والبارح ياك وما داروش التيست ديال كورونا ويلاه دابا يلاه شويه وغادي يمشيو. شوفوا البنات كلكم كلكم بغيتوا تدخلوا عند هند انا غادي نخلي لكم القناه ديالها. القناه ديالي سميتها هند بيوتي ستايل وانا غنخلي لكم الرابط. يلاه البنات
كنت فين مشيتي اختي؟ في الامارات. فين مشيتي؟ في دبي. فين مشيت؟ هي الحقيقه ما ساليتش بزاف وراحت كورونا دابا راك عارفه ما ساليتش بزاف وقلبوني نهار عيد ميلاد ديالي طاحت الميمه مريضه خصك ما دايره لا عيد ميلاد حتى حاجه فوجنا غاديك 43 ايام كاين ولا 50 ايام اللي مشينا للوطيل الجيبورا اللي مشينا ليه هذيك هي اللي بدلتي الناس في الجو هي الحقيقه المانيا تمارا وخدمه وصافي كتقولي تجي لاوروبا تجي تشوفي حبابك ما حطيتش كاع في بالي المساريه ولا شنو كورونا قلنا نجي نشوفو غير ماما وصافي شحال نسينا دابا جيت من نهار 14 ماشي بزاف لا 14 ايوا صافي هند حتى ما بقى لك والو انت غادي راه كنا غنمشي قبل وخصك ترجعي تعاودي لنا بصي خالتي عاودي لنا عاودي ترجعي ان شاء الله ويلي حتى من غدا لا خط زوينه دبي لا قطعت عليا المهميه نتي من غدا صراحه البنات دبي ما شاء الله عليها كتشد الواحد واللافه فوالا وكاين فين الدوري وفين يعني شي حاجه راقيه دبي وما كانش عندي ولد المدرسه انا كنت هنا في دبي شفتو زور هنا في دبي ولكن خساره الولد ما كيعرفش العربيه وخصك تعرف قرايتو اللغه الالمانيه الخدمه وشنو ما كون حولت خدمتي هنا جلس هنايا ونشدوا الحاجه معنا حتى هي وحنا جالسين